والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، أحييكم بدوري وأرحب بحضراتكم. أهلا ومرحبا بالجميع مشاهدي قناة الريان الفضائية الناقلة والرائدة بهذا النقل الحي والمباشر من أرضية هذا الميدان، ومشاهدي قناة دبي ريسنج، ومشاهدي قناة الدوري والكاس، هذه القنوات الناقلة لهذا المهرجان الختامي الكبير، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه لرياضة الآباء والأجداد. نبدأ مع هذه الرحلة الجديدة أيها الإخوة الأفاضل، رحلة من رحلات أيضا الناموس، ومن أيضا رحلات التراث والإصالة. نعود وإياكم ونتابع وإياكم الشوط الرابع عشر. الشوط الرابع عشر أيضا مخصص في هذا المساء، هذه الأشواط خصصت لفئة القعدان سن الحقائق. الرابع عشر شوطنا هو الذي نشاهده إياكم على شاشة التلفزيون. نبدأ مع المركز الأول ومع من يحتل المقدمة، بحر. بحر مشاهدينا الكرام هو من يبحر في مقدمة هذا الشوط. تعود ملكية بحر لعلي بن حمد بن علي بن هران المري، هو من يحتل المقدمة ويسيطر على مجريات هذا الشوط. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، يصل غزيلان لعلي بن مانع ودواس العجمي ضيف كذلك من دولة الكويت الشقيقة. نتابع وإياكم المركز الثالث، القدوم والوصول من الرامي. الرامي هنا عبد الهادي بن سالم بن قطامي المري يرمي بسهمه مع الرامي، يرمي بسهمه أيضا كما يرمون أيضا المشاركين. الرامي مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام هو الشوط الرابع، الرابع مشاهدينا الكرام. ونبدأ مع المركز الرابع كما ذكرنا، نتابع وإياكم ثمين يحتل المركز الرابع. تعود ملكيته لخليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي من يتواجد على المركز الرابع في شوطنا الرابع. نتابع المركز الخامس من الجانب الأيمن، المركز الخامس من الجانب الأيمن متابعينا الكرام. نتابع وإياكم شعار بدبي مشاهدينا الكرام، من يتسلل أيها الإخوة شاهين لعوض بن محمد بن سعيد العفاري من يتواجد على المركز الخامس. هذا نداءنا مشاهدينا الكرام الأول، أتممناه على حضراتكم كامل مكمل. الله يا ختامي الشحانية، الله يا ختامي الشحانية، يا سلام. الرامي 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 يتسلل، يتسلل الرامي، تعود ملكية الرامي لعبد الهادي بن سالم بن قطام المري. بينما هنا في المركز الثاني يصل هنا شاهين لعوض بن محمد بن سعيد العفاري ضيف كذلك عاني ومتعني لأجل المشاركة في مهرجان الختامي. نتابع وإياكم المركز الثالث، القدوم والوصول هنا من غزيلان علي بن مانع ودواس العجمي كذلك واصل ومتعني لختامي قطر. يا سلام ختامي الختاميات، يا سلام مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى. نتابع المركز الرابع، يتسلل هنا بحر علي بن حمد بن علي بن هران المري. وهنا في المركز الخامس التسلل مشاهين حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري. الله 1500 على النهاية مشاهدينا الكرام، 1500 على نهاية هذا الشوط، كيلو ونصف الكيلو على النهاية. المقدمة مع الرامي، الرامي الرامي، تعود ملكيته لعبد الهادي بن سالم بن قطامي المري، هو من يرمي بهذا السهم الناجح حتى هذه اللحظات. ولكن هنا في المركز الثاني شاهين عوض بن محمد بن سعيد العفاري هو من يحتل المركز الثاني. 1200
الحسيني العفاري. نتابع المركز الثالث شاهين حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، هنا على مستوى المركز الثالث. وفي المركز الرابع من الجانب الايمن ثمين خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي او الكتبي، او هنا في المركز الخامس من يتسلل على مستوى المركز الخامس الوصول والمياس سعيد بن راشد بن سعيد العويسي. نعود واياكم الكيلو الاخير، الكيلو الاخير، الرامي 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 مشاهدينا الكرام، الرامي مع بن قطامي. يا سلام، لم تتحرك عصا الرامي مشاهدينا الكرام، الرامي الرامي هذا الاداء تلقائي مشاهدينا الافاضل. تعود ملكيه عبد الهادي بن سالم بن قطامي المري، بينما شاهين وسلاله شاهين العريقه تتحرك مشاهدينا الافاضل. على مستوى المركز الثاني عوض بن محمد بن سعيد العفاري هو من يتسلل على المركز الثاني. الله، الرامي وشاهين، شاهين والرامي يتسلل شاهين. الله يا شاهين، يا سلام شاهين مشاهدينا الكرام. ايها الاخوه الافاضل، تعود ملكيته لعوض بن محمد بن سعيد العفاري، هو من يحتل المقدمه، هو من يسيطر مشاهدينا الافاضل، هو من يسيطر، هو من يتالق، هو من يقود المسار وينفرد انفراد كلي. ايها الاخوه الافاضل، الله، تهانينا تهانينا مشاهدينا الكرام، وسلاماتنا وتحياتنا الى اهل الوقن بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، لحظه وصول مشاهدينا الكرام، وافضل توقيت يتسجل ايها الاخوه في هذا المساء مع شاهين. تهانينا لمالك عوض بن محمد بن سعيد العفاري. المركز الثاني يصل في المركز الثاني، الرامي ياتي في المركز الثاني للسيد عبد الهادي بن سالم بن قطامي المري. ام المركز الرابع الثالث، المركز الثالث يصل عجيب لراشد بن سعيد بن منال الكتبي. ام المركز الرابع فيصل في المركز الرابع هملول لعمير بن حزمي بن قناص العاملي. ام المركز الخامس فيصل في المركز الخامس مختار لظافر بن راشد الهاجري. نعود واياكم الى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، وافضل توقيت يتسجل في هذه الامسيه، افضل توقيت يتسجل في هذه الامسيه مع شاهين 6 دقائق 18 ثانيه، 57 جزء من الثانيه. نهني مالك شاهين عوض بن محمد بن سعيد العفاري على هذا الناموس وعلى هذا الانجاز الكبير. المركز الثاني الرامي 6 دقائق 22 ثانيه، 92 جزء من الثانية. نهني مالك الرامي السيد عبد الهادي بن سالم بقطام المري. من المركز الثالث فيصل في المركز الثالث مشاهدين الكرام عجيب 6 دقائق 23 ثانية، 28 جزء أو 28 جزء من الثانية. نهني مالك عجيب راشد بن سعيد بن منانة.